هذه المناسبة حبينا أن نقوم بلفتة كريمة لهؤلاء الذي ضحوا بأنفسهم لكي نحيا، وهؤلاء الذي سيكون يعني دمهم دين في أعناقنا وفي أعناق الأجيال القادمة، وسنظل إلى جانب أهالي الشهداء نواسيهم ونوقف بجانبهم ولن نتخلى عنهم إن شاء الله نهائيا. وبهذه المناسبة أيضا يعني نجدد العهد للشهداء بأننا على دربهم سائرون، وأننا سنستمر بالتضحية ونقدم الشهيد تلو الشهيد حتى تتحرر أرضنا بالكامل. نشكر الأخ قائد المنطقة العسكرية الخامسة على هذه اللفتة الكريمة والتي قام بها في زيارة مقبرة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير الوطن ومن أجل الدين ومن أجل كرامة الإنسان اليمني. بعد من خلالكم أيضا بتعهداتنا الصادقة لأسر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا ومن أجل أن نبقى أحياء بكرامة. العسكرية الخامسة على اهتمامهم بالشهداء، هناك مبشرة من قائد المنطقة العسكرية الخامسة اهتمام بأهالي الشهداء ووفاء، وهذا أقل ما نقدم لهم. وقد لمسنا بعض الإنجازات من قائد المنطقة، وكان من أولوياته عندما وصل إلى المنطقة أنه معالجت وضع أسر الشهداء. نحن في هذا اليوم وبهذه المناسبة الغالية، مناسبة عيد الفطر المبارك، جئنا لمعايدة أخواننا الشهداء، ونحن في هذه اللحظات وفي هذا المكان نعاهدهم ونجدد العهد بأننا على دربهم سائرون. ومن هذا المكان نقول تحية لكل أم شهيد، وتحية لكل أب شهيد، وتحية لكل والد شهيد، وتحية لكل ابن شهيد وابنة شهيد. هذه الأرواح وهذه الدماء التي سقت هذه الأرض الطيبة الطاهرة التراب اليمني، نجدد العهد مجددا بأننا على دربهم سائرون، بأننا على دربهم سائرون حتى نحرر كامل أرضنا، وحتى نستعيد شرعية شعبنا وكرامة شعبنا وكرامة أمتنا وتحرير كل شبر في أرضنا. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.